والميساجات لي بزاف عاوتاني على قبل اللقطه اللي هزو حماده فيها زعما علاش طوح من حماد الرباح هذيك اللقطه انا ما بغيتها ما تكونش دارت قاش خلوهم يديروها يعني البيبليك راه غادي يشوف الفيديو اللي سالينا الكومبا قالوا اجي نجمعوا لي كوتش وهما يعطيو الريزولت حتى هما لي كوتش راه ما غاديش يعني كل واحد عايز من الاخر اخر سؤال كومبا ديالنا الكومبا ديالنا امتى؟ وقت اللي بغيت انا امتى كنت كنديرو كومبا عارف الاخوان هذا الفيديو كان خصني نديرو قبل ها هو كالعاده كنت كنسنيدوي كل شيء ويخرجوا كاع التفاصيل اون ديتاي عاد نديرو فيديو باش نجيب لكم كل شيء كلكم ما تكونوش شفتوا الفايت ولا الكومبا اللي وقع لي 3 ايام ما بين حمد الشروقات وعبد الاله هباط فايت لي الصراحه خلاها تبلبل في السوشيال ميديا نظرا لمختلف الحوايج اللي وقعوا فيه والضجه اللي خلقها على شكون ربح في الاخر فيما تنساوش ان حمد وهباط ما اولا عشرين وثانيا ماشي اول مره يبلبلوها في الويب فراه ديجا بلبلوها هذه شي عامين بالترانسفورماسيون فيزيك اللي كان دارها حماده بالمساعده ديال هباط لكنتو مازال عاقلين دازو ليام وطلقوا باش يفايتيو ها هو على عكس بزاف ما عارفينش راه قبل ما يوقع هذا الفايت وقعوا بزاف الحوايج اللي ضروري تعرفوهم بالاضافه لتسر الفايت وموراه مازال اختلفوا الاراء ففي هذا الفيديو نحاولوا ندو على كاع داكشي اللي داير بالفايت نحللوا الكومبا اللي وقع ونقارنوا هادشي مع الفايت ديال برا كيس اي لوغان بول جيك بول الى اخره ولكن الاخوان قبل ضروري نخلي معك شي لايك شي كومونتير زوين ونخليكم مع سندويف سندويف هي واحد لابليكاسيون اللي كتمكنك من انك تصيفط الفلوس من اسبانيا فرنسا الالمان طاليان بلجيكا المملكه المتحده امريكا وكندا المغرب في البلاصه والحين ما تنساوش انا واحده من اهم الحوايج اللي كتعطي لكم لابليكاسيون انا ندخل دابا نوريكم هي انكم كتقدروا تانفيتيو صحابكم ولا كل صديق جبتي لابليكاسيون كتربح عليه 100 درهم انا دابا غانفيتي مثلا الايديتور ديالي كيف ما كتشوفوا لتحت كتشوف ديك البلاصه ديال الكادو هذا هو الكود نورمالمون اللي عطي لكم انا الكود ديالي وفروا ما تنساوش دونك كديروا انفايت كتشوفوا الواتساب ولا اي بلاتفورم عندكم ولا بغيتوها انا نمشي الواتساب وغنمشي عند الايديتور ديالي ولا الديزاينر اللي هو ريكاردو نقلبوا عليه هنا ريكاردو ها هو شنو عندنا نديرو نيكست ونصيفطوا ليه يتقيد ولا يتريشارجي لابليكاسيون من عندنا حنايا هو اون فوا يتريشارجا ويدخل بالكود ديالنا غنكونوا ربحنا 100 درهم وهكذا على كل صديق اكثر من هادشي غيعطيكم 100 درهم زايده الا استعملتي برومو كود ديالي فاروق دونك كتم صيفط 200 درهم غتوصل 300 درهم 500 توصل 600 كتب مع فاروق في البونيس كود وغتستافد 100 درهم بونيس هاد الخويا ديالها في الديسكريبشن او الكومونتير ديكاس اي واحد مشاهد ما عندناش مع الكسالة اول حاجه غنبداو بها هي كيفاش بدات هاد القصه ديال الكومبا بيناتهم امتى قال كل من حماده وهباط اجي نديرو كومبا تخيلوا معايا الامر بدا هادي شي 7 شهور يعني من شهر 9 فين قالوا كانوا باغيين تكومبا داك النهار بنهار ونيت فواحد لاصال حيت عندها رينغ ولكن تريناو كلشي الرينغ ما خواش كانوا في الدراري صغار فاجلوها راه كان لا حماده فيديو في فيسبوك ديالو نهار 28 سبتمبر يعني فين فلوغات شي خليكم معاه دونك اخر حاجه غنقول لكم تسناو الكومبا هيس هار هذا دابا والله حتى موتيفيتيني باش نترين 100% وفين وعدوا بعضياتهم في الاخر انه اون فوا حماده يمشي لفرنسا ويرجع ديك الساعه غيديروا سبارينغ ولا يضحكوا بعضياتهم شي ماتش ديال البوكس اميكال دازوا ليام فين تما حماده مشى لفرنسا مش على فرنسا بوحدها بل دار على مجموعه من البلدان بلجيكا الطاليان هولندا هولندا اللي غيتلاقى فيها مع واحد البطله عالميه دريه صغيره سميتها اميره مغربيه دات بطله العالم تسمع معايا مزيان 8 المرات وبطله اوروب 6 المرات يعني نجمه صاعده بقوه خليكم على الفيديو يلا بديت كنتريني البوكس كما كتعرفوا كنت كنتريني غير ميسكلاسيون ولكن اكتشفت شي حاجه سميتها البوكس دونك انا شويه باقي مشكرف تما كترينا شويه فين يلاه بدا كيسباري بان النيفو ديالو يلاه بادي موراه مشى حمد البلجيكا رجع لهولندا فرنسا المغرب تونس اسبانيا اش مجموعه من المغامرات تلاقى مع مجموعه من الناس تجا الاخر شهر جوج بدا شهر ثلاثه باقي شهر رمضان ووصل واحد الصباط ديال البوكس تما بدا كياخذ رياضه شويه بجديه خليكم على اللقطه فين وصلوا فيها ديال البوكس ياه ديال البوكس الله 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 من لندن حيد لها البواطه لا 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 حيد البواطه اوف كورس حيت ما كانش خويا راه نسيتي دابا هو فرده وانا فرده موراها بشي جوج سيمانات هو يسباري غير كانوا ضاحكين مع هباط في السطح ايوا بزوج صراحه دابا علاش علاش هو يكفر كاع اليوم تما كانوا واخدين على ضحك بيناتهم في قدر حماده يضرب فعلا هباط حدا عينيه خلى فيه شويه الاماره اللي لاها حماده في فيسبوك ها هو حماده جا وخد احسن لقطات ديالو اديتهم ولحهم في فيسبوك حاجه اللي من حقه ولكن اللي قدر ما يتقبلهاش هباط داكشي علاش جا هباط ولا حس بارين كامل يعني راه ماشي هذيك اللقطه بوحدها اللي كانت شوف شنو كاين كامل فين بالهباط حتى هو كيضرب حماده يتقلق عليه شويه حتى تلحق اللقطه يمكن معلموش يمكن خد اللقطات ما عرفش شنو وقع بالضبط ما يتقلق عليه حيت انه هذا هو السبب الرئيسي اللي غيدفعنا هباط الى اسطوري موراها كيدعي فانا حماده امتى بغيتي
تجي بغيتك تجي خاصنا تكومبا ونخليكم معاه. أنا وليا حماده فشي فايت ديال بصح دخلوا لي الرينغ. عندك اخي حماده جوج سيمانات المره دي ما نديروهاش قبل الفطور باش مابقاش تقول لي صيام دوخه. يعني فحال قلت هبط كتحدى حماده هاد المره يديروا كومبا ديال بصح في رينغ زعما لحقوا طريقه. مي قبل كيف ما شفنا حماده شنو دار فهاد 7 شهور وبينا انه ما تريناش كليا ولا ما كانش مليار في المئه كيتريني ولكن راه خدا 7 شهور يمكن 3 شهور ولا شهرين منها هي اللي ترينا ديال بصح ولكن كانت عندها 7 شهور. اجي نشوفوا شنو دار هبط. هبط كان بطل طريق مبشر تسعود مع الكوتش ديال الطريق الهلالي باي ذا واي اللي ما كيعرفوش راه هو بطل المغرب 6 المرات وبطل افريقيا مره. كانوا وقعوا ليه شي مشاكل داكشي علاش توقف المنافسه على حسب مصادر فكان خطا من الطبيب ما كيبقى بطل كبير. خليكم نهار ربح يعني شخص اللي غيعلمك تلبس شنو هو البوكس من غير لونطريمون ديالهم مع طريق. هاد الفترة هادي كان هبط خرج في الدوكيومونتير في شهر 11 اللي كنتو مازالين عاقلين عليه. كان كيتحرك عند الدراري قنيطرة كازا محمدية كناس كان كيتحرك عند الدراري كاملين باش يفيلمي عندهم وكان هو اللي ايديتا ودار كلشي من غير ملي سير الدوكيومونتير خدم على الكواليس ديالو. يعني بحال قلتو شي شهر ونص وما كيدير والو على الدوكيومونتير والكواليس. بعد الدوكيومونتير غيجي اشهار مع كيا كنظن تا هو تشغل فيه ومورا غتجي لاكوب دافريك مع المنتخب اللي عاود ثاني غيمشي يشجع المنتخب في لاكوب ديفوار يمكن تسافر ومورا هادشي كامل عاد بدا كيترين. يعني كيف من شاغل حماده من 7 شهور تقدر يترين شهرين ولا 3 شهور فراه هبط حتى هو نشغل بالدوكيومونتير الكواليس مشى لكوت ديفوار اشهار ديال كيا كان مرون حتى هو دونك حتى هو ماشي ترين 7 شهور كل نهار. يعني نسبه الانشغال ديالهم بجوج كانوا مرونين عا هي في الفتره الاخيره بجوج مركزوا حتى جا داك سبانينغ في السطح بين هبط كان كيتصحاب ليه ياخذ داكشي على ضحك عا في الاخر بلينا داكشي ماشي هو هذاك قرر يدعي الشروقات الكومبا ديال بصح ادخل في هذيك ستوري. ندوزو جوج ولا 3 سيمانات مرة داك سبانينغ اللي كان توا في رمضان نهار الخميس قرروا هاد المره يديروا فايت ديال بصح. بن حماده كان باغي يخلي تيسير رمضان هبط لا فرصه قال لا نديروا هاد الخميس ما نزيدوش نضيعوا الوقت اجي دابا نتفايتاو. فين خلى الحماده المهمه ديال هو يختار لاصال وفين يتفايتاو. في الاخر حماده غيختار واحد لاصال سميتها سبارتان اللي كان عنده واحد رينغ بريفي فيها مقومات باش يديروا شي كومبا. دونك حنايا نهار الخميس بالليل في لاصال ديال سبارتان اجي نشوفوا شكون جمع كل واحد. عندنا التيم ديال حماده اللي فيها حماده الكوتش ديالو خو مراد انطاك نسيبو واحد الدري صاحبو سميتو مهدي يلاه جا من فرنسا كان معاه ومشى معاه. مشاو شوفوا التيم ديال هباط فيها عبد الاله هباط المدرب ديالو طريق وجاو معاه واحد جوج لي زانفلونسور اللي هما نور الدين راكم كتعرفوه وبوزيتيف ماروك. كان واحد الشخص اخر معاهم ما معاهمش ما متاكدش من هادو الاربعه اللي متاكد كانوا معاه هباط. من غير هاد الناس هادو كانوا شي ثلاثه ولا اربعه الناس كانوا تابعين لاصال تما بما فيهم الحاكم اللي حكم ليهم ومول لاصال. فعلاش جايبين نفس العدد ديال الناس حماده بخمسه هباط باربعه ولا كان معاه واحد اخر ما عرفتش. عا هو ملي غيبدا الفايت وكيف ما غتشوفوا حماده كانوا مسيبورتيو ديال بصح وكيغوتوا علي حماده عليه عليه كلشي كيغوت. بحال قلتو الناس اللي كانوا مع الشروقات كانوا كيكتفيو بانهم يفيلميو ولا كان على الكوتش ديالو اللي كيدو داكشي علاش بحال حماده غالب عليه في لاصال من ناحيه الغوات والسيبور. دوزو دابا الكومبا ولا قبل ما يبدا فين حماده في الفلوق ديالو اللي على فيسبوك علق هباط قال لي راه غتبقى خويا اللي وقع اللي وقع هذيك. قال لي هباط ايه ما غنطلعو لتما ما كاين لا خويا لا والو خليكم على اللقطه. هادشي خويا زوين والله تنطلعو هنايا ما حلش عليه. من تما حماده عرف بلي هباط ما جايش باش يضحك. فين خو مراد والمدرب ديالو قال ليه شوف راه هباط جاي ناوي كاويك جاي ناوي يضربك بالكي او يعني بدل الاستراتيجي اللي غادي بها ما تكونش اوفنسيف سينو جاي ناوي هادشي اللي ناوي يدير جاي جاعر. تما فين حماده بدل يمكن الاستراتيجي اللي كان داخل بها في الكومبا من الاول غيتصادعوا على شحال المده ديال الراوندز اللي غيديروا. باي ذا واي راه ماتش اوفيسيال في البوكسين كتكون 3 دقائق ولكن صعيب الا ما كنتيش مترينين تجريها حيت انا التيم ديال حماده رفضت لهم قلت لهم 3 دقائق راه ما يمكنش خصوصا حماده كبير شويه فلاش على باط الكارديو الى اخره. بقاو قال لهم ديروا دقيقه ونص ما بغاوش لهم في الاخر اتفقوا على 2 دقائق لكل راوند. اللي كيترينوا البوكس وكيديروا الكارديو ديالو راه عارفين شحال صعيبه تصبر 9 دقائق. درو ثلاثه الراوند وقيل الراوندات كاملين تبدلوا فيهم الدق ديال بصح. في الحماده استغل الطول ديال يديه في لعب احسن الراوندات ديالو الاولى والثانيه بينما في الثالثه صافي سالا ليه السوفل سالا ليه الكارديو فين هبط كان مازال واقف. حماده قدر يوصل دقات بيان سوغ هبط ولكن الاغلبيه كانوا في لاكارد ديالو ماشي في وجهو. كاينين اللي وصلوه اللي ما خلاش الماتش يكون اغريسيف كثر هو ان الحكام كان كل مره كيوقفوا كيبان لك مثلا هبط داخل على حماده صافي شدو كيحبسها الحكام فيما كان كيقول لك كيبان لك شي كي او جاي كيحبسها. دابا كنت كنفضل يخليهم يلعبوا كثر. قال لك انا الحكام كان كيدير داكشي للسلامه ديالهم حيت السلامه ديالهم اهم من هادشي كامل. سالو الكومبا فين في الاخر قرروا هادشي اللي مكانوش متفقين عليه يعلنوا على الفائز اللي اختاروا يكون هو حماده فين اعتبروا انه هو اللي وصل دقات الوجه اكثر يعني قاسوا في وجهه. بعدا باش يصوتوا شكون اللي ربح كانوا عيطوا على المدرب ديال حماده عيطوا على المدرب ديال هباط والحكام وشي واحد اخر يمكن باش يعطيو الاراء ديالهم ويصوتوا على شكون ربح. المدرب ديال هباط طارق رفض قال لهم ما كاينش نديروا هذا البلان خليوه يسالي تعادل ولا خليوه البوبليك يحكم راه ديجا عارف شكون اللي كان تكنيك مو مزيان خليكم كاع بالستوريات اللي خرج بهم.
ميساجات لي بزاف عاوتاني على قبل اللقطه اللي زو حماده في زعما علاش عطاو حماده الرباح هذيك اللقطه انا ما بغيتها ما تكونش دارت قاش خليهم يديروها يعني البيبليك راه غادي يشوف الفيديو المهم خاكك جمعوا لي فوت في الاخر قرروا انا حماده اللي ربح واخا الناس اللي تفرجوا اون تيرم ديال البوكس اماتور اللي احترم لي نورم وبوكسر هو هباط ولكن هذا ديلام وديجا سبب مشكله هذا العام حيت انا هذا العام في العصبه ديجا الدار البيضاء وسطات في البوكسينغ شاركوا شي دراري مبازين من دوطخ ديسيبلين يقرب للبوكس كالمواي تاي والكيك بوكسينغ يعني هاد الدراري اول حاجه ولا اكثر حاجه ترينوها في حياتهم ماشي هي البوكس بالرياضه البوكسينغ يلاه ركزوا عليها مؤخرا وبداو كيشاركوا فيهم شو الكومبيتيسيون يعني جداد في البوكس رغم ذلك الدراري هادو اللي مبازين في رياضات اخرين قدروا يربحوا الدراري اللي حياتهم كامله هما كيبوكسيو والسبب راجع لان الدراري اللي ماشي ماين بوكس جايين من رياضات اخرين يقلبوا على الباور شوت ماشي لي بوين البوكسر اماتور اهم حاجه عنده هي لي بوين يضربك ياخذ لي بوين ديالو ويرجع ماشي جاهل ما كلعبش على الكاو قليل خير ميت الرابعي منين داها يدخل عندك يجيب لي بوين ديالو كيرجع يشد لاكار مابقاش دخل عليك بوك بوك كنهضر لكم على بوكسور اماتور وماشي بروفيسيونيل اماتور ملي كيلبسو دوك كاسكات تتت كياخذ نقطه كيرجع بينما بوكسور برو ديجا زعما واخد كاع لي تكنيك ولي ديسيبلين يقدر يلعب لك على راحتو على الكاو ديجا مسوفلي دونك كيلعب كيف ما بغى يقدر يدخل لعب على الكاو اللي جينا نطبقوا على شي حماد وهبط فراه هبط كيلعب لي نورم ديال بوكسور اماتور شت لا كارد مزيان كيدخل مزيان وكيقلب مره مره على ناوي كاوي ولكن حماد كان عا كيدخل وقدر يدخل كثر على حسابهم واخا الا جيت تعطي كونكلوزيون راه هبط قريب لانه يكون بوكسور اماتور لحماد تريني عليه وعطيتكم مثال باش نوقع في العصبه والناس ديال هاد الرياضه ياكدوا لكم راه ضروري ما تفرجش فينا شي واحد اماتور ولا برو كاع شي بطل كرات شي كومونت لينا هو تكون بو نهار الخميس بدا شي دقيق ساعه مش بونس تاع ساعه اذا بينا كنتفاجئوا انا واحد الكونت في انستغرام سميتو بوزيتيف ماروك ديال واحد السيد كيلوح الريزومي ديال الكومبا داك السيد كما قلنا كيقول انا جمع هباط وكيقول انا فوكيس في اللقطات اللي اختار على هباط كيقول غد لي حماد غيلوح حتى هو اللقطات ديالو بما انه شافها مفوكس على راسو ومن بعد هباط غيشوف هذا الشيء غيلوح الكومبا كامل فيسبوك يعني الا بغيتي تشوف الكومبا كامل ما بين هباط وحماده سير الكونت ديال هباط فيسبوك غتلقاه تما رجع لي لح بوزيتيف ماروك اللي من بعد ساعة يلا وقع داكشي لاح بالنسبة لي رأي شخصي ما كاش خاصو يزرب على الدراري حل قوسين هادشي لا ما كاش متفق معاه باط ولا شروقات ما جات تجي تفرج تفيلمي وتأديتي داكشي دغيا وتلوحو قبل من المعنيين بالأمر باش تطلع الأرقام في السوشيال ميديا كنركز عاوتاني هادشي لا ما كاش متفق معاهم وزرب عليهم جا غادي مضارب انت داكشي دايرو الفيسبوك ديالك ولا يوتيوب تجي معاك شي صاحبك داك صاحبك يفيلمي ويلحق قبل منك فيلم الأحسن حماد وهباط هما يلوحو الكومبات بيناتهم في نفس الوقيته في لي بلاتفورم ديالهم عاد باش الناس الآخرين يلوحو ماشي انت الأول تحرق ليهم داكشي اللي دار بحال حرقهم كنعاود نركز الى ما متفقش معاهم قبل سواء باط ولا حماده ولا بجوج الا كنتي متفق معاهم راه داكشي ديالكم ملاحظه اخر كيف ما خرج باط بينا في الفيديو اللي لعب في فيسبوك ما عجبوش لو فيت ديال انا حكام كل مره كيوقفهم خليكم بعد واحد اللقطه قال لك انا كان كيديرها باش ما يتضربش شي واحد شي ضربه خايبه في السلامه ديالهم اهم من الكومبا بينهم في الجهه الاخرى ما تنساوش انا حماده كبير في لاج على هباط جو باسكو منو بشي 10 سنين ولا شو شحال يعني ماشي بعام ولا عامين دونك الكارديو راه باينه غيكون عند هباط حسن واخا هكا يقدروا يديروا كومبا متقارب بين احسن حاجه كنظن واللي ما كانتش تنوض هذا الجدل كامل يكون عطاهم تعادل ولا حتى دابا يديروا شي ريماتش يكون هو هذا كيتموتيفا بجوج مثلا يديروا في شهر 6 دوب شهرين ولا 3 شهور شهر 7 ويعلنوه من دابا ويديروا شي ايفنت كاع تندوي على هذا الشيء دابا شويه ها هي ديك لاصال اللي كلها مع حماده منظنش بيرسونيلمو هذاك الغوات ديال خوه وديال الكوتش كنت غادي نسيبو بانو غالبين بينما اللي كان كيغوت من جهه هباط كان على المدرب ديالو ولي زانفلونسر جوج اللي جاب ما كانوش كيغوتو يمكن داكشي اللي بانو غالبين اما راكم شفتو راه جايبين نفس العدد الا كانوا دوك الدراري ديال لاصال فريمون ديال لاصال وما جايينش مع شي واحد فيهم انا ما كنتش تما نقدرش ناكد لكم هذه المعلومه بالضبط كانوا كيتفرجوا في الجنب انا خليكم هنا التصاور مول لاصال الى اخره ندوي على الانتقادات اللي خرجوا قال لك انا هباط كيضل يدوي على الفيتنس كيضل يتريني في السطاح وربحوا حماده اخوان هضر على البوكسينغ بجوجهم سبع شهور باش بداو كيترينيو سي فغي كو ما ديديوهاش كامله ولكن بجوجهم راه ماشي واحد ما عمره ما ترينا دونك راه حماده تاهو عارف لي باز واخا هكاك راه هباط دار كومبو اللي ما خسرش فيه والتكنيك مو كان حسن بزاف حتى راه بعتي راه في حماده كاع كاين واحد الانتقادات اخرين خرجوا على حماد قال لك حماده عا كيلوح في يديه اخوان في البدايه حماده كان لاعب في الراوند الاول قدر يوصل شحال من دقه سي فغي كو اغلبيه في لاكارد ديال هباط على الرغم انه كبر حاول يصبر ولكن راه الكارديو راه صعيبه الاخوان في البوكسينغ سوف الغلب على الشروقات جاب الله سالات في الراوند الثالثه في كيف ما قلت لكم كنعطيهم تعادل كون حسن ما جربش البوكس ولا الكارديو واللي ما عرفش شحال كتعذب وانت واقف هكاك انا الصراحه ما كانش شي ريماتش هو هذه المره ما يحبسهمش الحكم كان نيفو في هذا الفايت والله فين بالنسبه لي اعتبره تعادل
بحتى واحد. الله شيري ماتش يدار بحضور الجمهور كاع، ما صعيبش تحضر مركب كاع بسبونسور ويدار لايف. فين ما يديرش هاد الفايت بوحدو، يديروا فايت صغيرين كل شي 4 ولا 5 الفايت في ايفنت واحد في مركب واحد، الناس يجروا لي تيك ديالهم كيف ما كيديروا في برا، وتعطي لي زانفلونسور بعد شهور تعطيهم 4 شهور 5 شهور. علاش من دابا راس العام ولا شهر 7 8 تعلن على ايفنت فين تعطي لي زانفلونسور بعد شهور يترينيو ويتكومباو بيناتهم تحت شعار الرياضه؟ بواحد التحليل بيرسونيل كيجينا هاد الكومبا راه واصل نفس النيفو اللي كان الكومبا الاول ما بين جيك بول وكيصاي داك الاول فاش كانوا لابسين الكاسكات وكذا، نفس النيفو. دونك لا تقشي كثر و انفيستيتي عطا شي فرصه راه علم الله فين نوصلوا. شو دابا فين وصلوا هما؟ دابا جيك بول كيفايتي مايك تايسون، لوغان بول كان فايت ماي ويدر، وزيدو زيدو زيد الله يدخل شي سبونسر كبير على هاد لافير. وهو الفايت الاول عرفناه علاش لا حماده ضد هباط، ريماتش ولا الماتش الاول ما نحسبو حتى شي ماتش قبل بلي نورم ديال بصح ويعرفوا لي دات. ودابا راه كلشي غيتفرج فيهم ماشي في صال بيناتهم تيخرجوا فيديوهات. وي انتوما باش كنتو بغيو تشوفوا فهاد النوعيه ديال الفايتس، يعني شي جوج يفايتيو بيناتهم. عندنا الاول مثلا حماده وهباط، كنتو تشوفوا فايت ثاني ثالث رابع الخامس مثلا، خليوها في لي كومونتير. صراحه بغيت اي يوتيوبر كيتفرج وعندو يوتيوب ديالو فيريفي كومونتي في هذا الفيديو بالضبط، وعلاش لا يكون من الجوري ولا يشارك ولا ما مع كومونتيو. ما عرفتش اصلا شكون هما اليوتيوبرز الروابه ولا الناس المعروفه اللي كيتفرجوا فيا، خصكم تكومونتيو في هذا الفيديو باش نعرفكم نيت وكلشي يشوفكم في لي كومونتير. واش بالكم في هذا الايفنت هذا؟ هكا الاخوان كنكون وصلنا لاخر الفيديو ديالنا. نتوما كنشرح لكم فهمتوا لي اهم حاجه، شرحت لكم من البدايه حتى الاخر. والبروبوزيسيون ديالنا وقع ريمات كتبقى لا ديسيزيون ديال حماده ولا هباط. نتمنى لكم كومونتيو لينا. كان معكم فاروق لايف، نتمنى لكم عجبكم الفيديو، نتلاقاو في الفيديو الجاي. تهلاو ليا فراسكم. عمري شفت شي تشيكا بحالك هكدا ونيا، ما كانتش انا وياك حبيبي نديرو نينيا، لازم جاري معنا فحالنا تزاد.